أهلا وسهلا فيكم بفقرة جديدة من برنامج شبابيك. نتكافل حملة إنسانية سورية نظمتها عدد من المؤسسات العاملة في المجال الإنساني. هدف الحملة مساعدة العائلات والأشخاص المتضررين بسبب جائحة كورونا في سوريا وفي الدول المحيطة من السوريين أيضا. من ميزات الحملة أنها جمعت بين العمل المؤسساتي والتبرع الأهلي. خلونا نشوف المادة التالية ومن بعدها نرجع لنبدأ حوارنا. حول الموضوع بيسعدني استضيف الاستاذ محمد حسنو، المدير التنفيذي لمنظمة وحدة تنسيق الدعم والمنسق العام ايضا لمبادرة نتكافل السورية، حملة نتكافل عفوا. مرحبا فيك استاذ محمد. حياكم الله وتحية لكم ولمتابعي قناة حلب اليوم. حياك الله استاذ محمد. بداية بدنا لمحة عامة عن الحملة ومتى نشأت الفكرة بالتحديد؟ طبعا هذه المبادرة تضاف إلى مبادرات سابقة، يعني ما توقفت منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، وقد قدمت المنظمات والمؤسسات والمبادرات الأهلية كثير من المبادرات للاستجابة إلى الاحتياجات الإنسانية التي سببتها الحرب طيلة 9 سنوات. كما تعلمون اليوم بعد 9 سنين، سنين تعني حرب، دمار، قصف، تهجير، نزوح، مخيمات، وكارثة إنسانية طويلة ومعاناة طويلة لشعب حر وكريم. واليوم يضاف على هذه المعاناة انتشار وباء كورونا في العالم وخشية انتشاره في الشمال السوري. هذا الوباء وهذه الجائحة قد فرضت أنماط جديدة للحياة أثرت على كثير من مناحيها الاجتماعية والاقتصادية، وعطلت كثير من أسباب سبل العيش، لا سيما للذين يبحثون في كل يوم عن قوتهم وعن مصدر رزقهم. لذلك اجتمع ثلة من المؤسسات والمنظمات، ولا نقول هنا أننا الوحيدين، لكن اجتمعت على أن تطلق مبادرة وحملة مستبشرين بشهر وفضائل شهر رمضان المبارك للاستجابة لاحتياجات الكارثة الإنسانية التي سببتها الحرب طيلة 9 سنوات، والاستجابة للاحتياجات التي تضاعفت مع انتشار الفيروس، وفضائل شهر رمضان المبارك الذي نتمنى من الأخوة الكرام أن يتعاونوا في سبيل إنجاح هذه الحملة لدى أهلهم في سوريا وفي بلدان اللجوء. نعم استاذ محمد، يعني في نتائج لحد الان ملموسه منذ انطلاق الحمله من بدايه شهر رمضان للان؟ التطورات الاخيره. نعم، الحمله كما هو واضح في ملفها التعريفي تهدف بالدرجه الاولى الى تعزيز وتجديد قيم التكافل الانساني السوري، وتهدف إلى أربع أهداف فرعية أساسية. الأول هو تجديد المسؤولية الذاتية من خلال دفع الناس لمساندة أهلهم وجيرانهم ودوائرهم الضيقة عبر تكافل ذاتي، ومن ثم الضغط على منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمزيد
من الاستجابة الإنسانية، كما المسؤولية مؤسساتية من خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات والمنظمات تفاديا للازدواجية ومضاعفة للأثر. إضافة إلى حملة التبرعات، الحملة هي على مدار 3 أشهر، الشهر الأول سيكون لجمع التبرعات النقدية وعمليات المناصرة والتواصل، والشهرين الذي سيبدأان من انتهاء حملة جمع التبرعات التي سيتم فيها تنفيذ الاستجابة وفق ما تم جمعه. حاليا نحن نقوم بجمع التبرعات من خلال نشر حسابات بنكية مرخصة ومحددة وحسابات صفرية مخصصة لغرض حملة نتكافل عبر منظمتي بنفسج وفريق ملهم التطوعي. يستطيع أي إنسان سوري أو من يتعاطف مع الإنسان السوري أن يتبرع مباشرة إلى هذين الحسابين. سيتم نشر تقارير دورية تظهر الشفافية المالية وحجم التبرعات والأنشطة التي تم إنجازها خلال فترة الحملة وعلى اختلاف مراحلها. نعم أستاذ محمد، يعني هناك سؤال مطروح، وهو كيف استطعت التنسيق بين العمل المؤسساتي والعمل الأهلي المدني في هذه المبادرة؟ حقيقة يعني اليوم كما أسلفت، العمل الخيري والعمل الإنساني ليس مقتصرا على العمل المنظمات والمؤسسات، فالكثير منا والكثير من المبادرات الفردية سواء للناس السوريين المتواجدين في دول الخليج أو في الاتحاد الأوروبي أو في دول أمريكا، يسعون بشكل جاهد إلى تقديم يد العون والمساعدة. لذلك نحن من خلال عملنا كمنظمات ومؤسسات، البعض منا له باع طويل في العلاقات الدولية والعلاقات مع المنظمات الدولية، البعض الآخر له خبرة في حملات جمع التبرعات، والبعض الآخر له خبرة في المناصرة والتنسيق. وضعنا خارطة لكل المحاور التي يمكن من خلالها أن نزيد من العمل ونتكامل فيه ونتشارك فيه ونتوزع الأدوار، بحيث أنه نحن من خلال هذه الحملة نجمع كافة الأنشطة، من الأنشطة الأهلية، من الأنشطة الذاتية، من الأنشطة المؤسساتية، إلى الأنشطة التي تعنى بجمع التبرعات. هذه المبادرة حقيقة نسعى من خلالها إلى مضاعفة الأثر وتعزيز الاعتماد الذاتي في الاحتياجات وسد هذه الاحتياجات من السوريين أنفسهم بعد أن طال أمد الحرب وخفى التعاطف صراحة مع القضية السورية وانشغال العالم في شؤونه الداخلية، لا سيما مع انتشار جائحة كورونا. نعم أستاذ محمد، هذا التكاتف إن صح التعبير بين المؤسسات السورية، هل يشجع المانحين على البذل أكثر، أو أيضا هل يشجع تعاطف الناس مع هذه المبادرة أيضا المانحين على البذل أكثر في هذا الإطار تحديدا؟ نعم، القضية السورية هي قضية معقدة جدا وذات يعني مسارات متعددة للاستجابة إلى احتياجاتها. فهناك المسار الإنساني والتي تقوده منظمات الأمم المتحدة عبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا، والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية الإنسانية، ومسار آخر له بعد في القضايا السياسية المتعلقة في الشأن السوري وتعنى به وكالات التنمية الدولية التابعة لخارج جهات الدول الصديقة للشعب السوري. من هنا نحاول أن نطرق كافة الأبواب بحيث نعزز من خلال تواصلنا وإرسال التقارير التي تعنى بتقييم الاحتياجات ومناصرة
قضايانا بحث كلا المسارين، إضافة إلى المسار الذاتي والذي هو يتعلق بالسوريين أنفسهم من خلال الميسورين، من خلال مؤسساتهم، من خلال شركاتهم، لحثهم على البذل والعطاء من خلال الحملة أو من خلال غيرها. نحن كما قلنا لا نحتكر هذا العمل الإنساني، إنما هناك رسائل بأن هناك حاجة، والسوريون يجب أن يساندوا بعضهم في مثل هذه الحالات، وكما ساندوهم من قبل. أي نتكلم هنا عن المسؤولية الذاتية. نعم أستاذ محمد، السؤال الأخير، عمليات التوزيع هل ستعتمد على دراسات سابقة للمؤسسات المساهمة، أم أن هناك دراسة جديدة لأوضاع العائلات تحديدا في الشمال السوري؟ الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشمال السوري ودول اللجوء التي تحتضن السوريين تتطلب منا خطة استجابة مرنة وسريعة، وهذا يدعونا إلى عدم التفكير. طبعا هذا الأمر سيعود قراره إلى الأولويات الاحتياجات ومدى استجابة المتبرعين، وإلى قرار اللجنة التوجيهية المشاركة في حملة التكافل. لكن في المجمل أستطيع أن أقول سيكون هناك استجابة تتجاوز عمليات الشراء وتتجاوز عمليات اللوجستية المعقدة التي ممكن أن تتأخر فيها عمليات الاستجابة. لذلك يمكن أن نفكر في استجابة نقدية، لأن الاحتياجات لا تتحمل وقتا أطول، والناس دائما في ضائقة مالية، لا سيما مع ظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار الفيروس وعطل كسب القوت اليومي لكثير من الناس ولكثير من العوائل السورية. بدي أتشكرك أستاذ محمد على كل المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا، وإن شاء الله موفقين في حملتكم لمساعدة الناس والمدنيين السوريين في عموم مناطق سوريا وخارج سوريا أيضا. شكرا من جديد إليك أستاذ محمد. مشاهدينا مستمرين معكم بفقرات شبابلك، لكن بعد الفاصل.